من بينهم اثنان في حالة خطرة، هذا إضافة إلى خسائر مادية لحقت بالوكالة. لحسن الحظ الحادث وقع قبل أن تفتح هذه الوكالة أبوابها للزبناء. روبورتاج جليلة بن فتان ويوسف الغازي. أضرار مادية كبيرة واجهت إحدى الوكالات البنكية هنا بشارع يوسف بن تاشفين تهشمت عن آخرها عندما اصطدمت حافلة للنقل العمومي بالبنك، وذلك بعد أن تعرضت هذه الحافلة لاصطدام مع شاحنة من الوزن الثقيل. كانت الساعة آنذاك 6:30 صباحا، ولنا أن نتصور حجم الخسائر لو كانت الساعة 8:30 صباحا بتواجد العاملين أو الزبائن بالوكالة. المعلومات الأولية هو أنه كان واحد طوبيس الفروج اللي يمكن ما وقفش فيه وجا هو يدخل في الباب ديال الوكاله ديالنا، ودابا راه حنا كنديروا الاجراءات. جاوا الناس ديال الامن على الفور حتى هما وداروا الاجراءات ديالهم، وحنا راه حنا كنعاينوا الخسائر. انا طليت مات الضربه اللي تلقيت الطوبيس اللي رموك وقف ليه وشطوا الطوبيس، اللي شطوا الطوبيس داخل في البانكه ملي هوجناه لقينا سميتو دخل، لقينا واحد اربعه مجروحين اللي مجروحين. نحن الآن بقلب قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس، حيث نقل على عجل 9 كانوا ضمن حافلة النقل العمومي، وضعيتهم مستقرة باستثناء حالتين تم نقلهما إلى مستشفى ابن رشد، من بين الحالتين سائق الحافلة. حمتي غاديين في الطوبيس عادي، هذاك جاي من مرك وهذاك من مرك، ما عرفنا لهادو سميتو شكون لا فوت فيه، من تدخل بينا البنكة ما بقيناش لقينا كيفاش نخرجوا، تسدوا عينا البيبان ديال الطوبيس، انا ما عقلتش على راسي. هناك حالتين حرجتين تمكنتا من اخذ ما هو ضروري داخل المستشفى، وتم توجيههم الى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد. بخصوص السبع الحالات المتبقات هي حالات مصابة بإصابات خفيفة على شكل ردود وخدوش. هو جنون السياقة، حادثة سير أخرى تنضاف إلى صور فوضى مشهد السير بالبيضاء. أن تخطئ حافلة في مسار سيرها وترتطم بواجهة إحدى البنايات، صورة تسائل السائق أولا هل هي حالة سهو أم السرعة، أم هو الاحترام لقانون السير بكل اختصار. نعود